وظيفة صعبة. احنا طبعا اللهم لك الحمد في العمل التطوعي يمكن خمس او ست سنوات كنا نزور محاربي السرطان في احد المستشفيات. في طفلة كنا نزورها من فترة لفترة، كنا نستمتع معها وتحب جونا اذا جيناها ونجيب لها هدايا وحلويات وننبسط مع بعض. صارت تطلب من فترة لفترة، حنا والمجموعة اللي معنا، وين عبد الله وين فلان وين فلان، ونجيها تصلون على المستشفى ترى فلان تدوركم طفلة تو. في يوم من الايام قالوا نباكم تجوا، قلنا تم. ليلتها جهزنا هدايا، جهزنا اشياء بسيطه حلويات جهزناها، وقلنا خلاص بكره يا الشباب وعدنا عقب صلاه العصر احنا عنده. قالوا تم. المهم اني رقدت، يوم قمت الا والله اتصالات ورسائل من خوياي، اتصل اكلم واحد من الشباب قلت شو السالفه، قال خلاص ترى كنسلنا الزياره. قلت عسى ما شر، قال والله فلانه توفت هي توها صغيره. وهذه والله من المواقف اللي والله ما انساها الى يومكم هذا. كنا والله مجهزين لها هدايا وهي طالبتنا ان نجيها ليلتها ويومها، قال ما توفت الا الصبح. الله يغفر لها يا رب ويرحمها ويرحمها ويكتب اجر مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم